مازال يا ربي العمل عليك. مازال اخويا ما تفهموش توا السوق هاك تشوف فيها الشارع كلها قشاره قاعده تدور غلوا علينا الخبز خويا. كربة نتاع 12 ولت ب 14، كربة نتاع 16 ولت ب 20، ما عادش تفهم شيء خويا. فما ركود كبير اليوم في سوق الكراهب معناتها باش تفسر هذايا علاش؟ سيارات موجوده والشاري ما فماش. خاطر كل شيء غالي. غالي خويا مازال ما تفهم شيء. بمناسبة اخويا كراهب موجوده والشراية تشوف فيها مازالت الدور. ان شاء الله ربي يحرك سبابه هكا هو خويا. علاش كان في تونس الكهرباء قد ما تزيد في العمر نتاعها تزيد في السوم نتاعها وتوصل تتباع اكثر من السوم اللي خرج منهم الدار؟ لا ترخص السوم نتاعها يا ريت. اخويا هذاك هو كهرباء نتاع 10 يقول لك 11 مليون، يحسب لها اوراق، يحسب لها ليسونسها، ويحسب لها دنيتها كل شيء. ان شاء الله ربي يجيب القسم. انت بايع ولا شاري؟ انا شاري خويا، باش نشري لخويا. شنو الميزانية اللي حاطينها وشنو؟ 13 ما تلقاش. باش يجيبوا لك 12 13 مليون. سونسيس ب 13 مليون هكا غادي. خرج من الدار ب 8 ملايين. هاي ب 13 مليون تو. باش نشري. شري. شريك في الأسواق؟ مازلت ما شفتش. وي قلت لك مازلت كي جيت. يقول لك أنا أعطيك فكرة الجمعة اللي فات. ما جيتش. جيت أول مرة للسوق. جبلة كاملة. مازلت ما شفت حتى كهرباء. ما عندي حتى إيداع. ما عندي حتى إيداع. حسب رأيك أنت توا معناتها البيتجي اللي حاطه تعقى إبري تعقى قداش هكاك؟ تاع 100 120. 100 120 مليون؟ اليوم ما ظهرش نحكي على الواد كام معناتها. تبيع. حاجة واد كام. أي إكزامبل في السوق شنو باش تلقى حاجة 100 120 مليون؟ تلقى ب 10 ملايين، تلقى ب 100 مليون، تلقى ب 120 مليون. بس هو ما غالي برشا. ارتفاع رهيب اليوم في سوق الكراهب، علاش فما؟ ها؟ علاش فما؟ علاش الارتفاع هذا كله؟ والله يا صاحبي ما نعرفش علاش الارتفاع هذا، كل خاطر ما عرفش صايبينك تخربك السيير فهمت الكراهب تجي من برا فهمت غالي برشا يا الكراهب. انت جاي باش تشري؟ اي جاي باش تشري. شنو الميزانيه اللي حاطها؟ حاط 30. 30 ما لقيتش شيء. 30 وما لقيتش؟ اي ما لقيتش. ما لقيتش حاجة بونوكاسيون؟ ما لقيتش. تاخذ حاجة باهية نظيفة اليوم خاطرش لازمك فلوس؟ نعم. تاخذ حاجة باهية نظيفة خاطرش لازمك فلوس؟ 35 40 40 تلقى حاجة 5 هاي. مازال تجي تدور تفركس تلقى شي حاجة؟ تدور وفركس هاي. فما قبيل ولا؟ فما اي. فما اي. برشا عباد يقول لك اللي يقول لك جبانه لطف عليك، اللي يقول لك معناتها هذا ولا سوق قداش. فما القبيل وفما البيوع وفما الشراء وفما كل شيء. الحمد لله. اي الحمد لله عباد. السيارات اليوم في متناول المواطنين معناتها تسمع معناتها السياره اللي كانت قبل تخدم ب 8 ب 7 ولات وصلت ل 12 و 13 واللي كانت تخدم ب 20 ولات تخدم ب 25 و 30. اي شوف جديد انت جديد زاد اللي كان ب 30 ولا ب 50 واللي كان ب 40 ولا ب 60. هذاك يغلى جديد يغلى القديم. القديم سامحني علاش كان في تونس كهرباء قد ما تزيد في العمر نتاعها تزيد في السوم نتاعها وتوصل تتباع اكثر من السوم خرج منهم الدار. مش كهرباء كلها، فما انواع يزيدوا فما انواع يتيحوا. مش كهرباء كلها، فما انواع معينين معناتها ديما صوامهم ما يتيحوش. انت كساب ولا جاي تشري ولا عندك كهرباء تبيع فيها ولا شنو؟ لا انا نبيع ونشري. نبيع وتشري. شنو عندك سيارات اليوم؟ عندنا فورد وعندنا بيجو. انا نبداو بالفورد قاش طالب فيها؟ هذه 22. احكي شو على الايتا نتاعها. ايتا 5 شوفو ايسونس. هاي توت اوبسيون كليماتيزي فيت الكتريك. لا اوبسيونات كل فيها كا. فيها فيت واحد الكتريك ولا لا لا كات فيت الكتريك كات. هاي كات فيت الكتريك. الموتور ممسوس ولا؟ لا لا ماشي 140. 140. بريمير ما. بونيتا. يوليش عينيه مغمضه معناتها بجارانتي ولا؟ عليه عيني محلولة اللي في يشري عليه ما يربيش. لا لا كي ثبت وشوف هذاك هو. بس ها ثبت وشوف. لا 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 نبيعو كان نظيف راه ما يبيعوش. قلت لي عندك الفورد، بيع فورد شنو عندك يا اخي؟ بيجو 207. 207 اي اللي تاعها نتاعها نظيف نظيف كيف كيف 207 1.4 مزوت اش دي. مزوت اي هذيك هاي السوم كيف كيف 22 زاد 22 اي من الشرعي الشرعي يا نستناو.
ايش عندنا اليوم؟ ايه شنو السياره اللي عندنا؟ مرسيدس. مرسيدس شنو؟ مرسيدس اسون 80. ليتا نتاعها؟ ليتا تشوف ليتا تبارك الله نظيفه. بون ليتا. قداش ماشي؟ ماشي 203. 203 العمر؟ العمر 2013 لتو قداش؟ في 10 سنين. 10 سنين. سال فيها على ربي. طلب فيها 58. 58 تستحق صوبك. ما سموك ولا؟ اه؟ سموك ولا؟ يا ربي العمل عليك فهمها شكون عندك؟ السوق متحرك ولا مازال؟ توبر مو مزال ما فما شيء. ان شاء الله اه يراقب شوي. ان شاء الله من هنا اسبوع اخر ما نتحرك الامور. اول مره تهبط للسوق؟ اول مره. بالميرما نتاعك انت ولا تقصر فيك؟ لا دوزيام. فسر لي علاش كان في تونس الكهرباء قد ما تزيد في العمر تزيد في السوم نتاعها، تونس تتباع حتى اكثر من السوم خش منه في الدار، علاش حسب رايك؟ والله ما ندري بطل مش تبيع سياره جايه تبيع. يعطيك الصح الا ما هو بحياته مش نبدل سياره اخرى. تاخذ سياره اه كان كتب. الميكانيك غلاء. يعطيك الصح كل شيء غلاء. إكزار هذا فهمتني ولا عام 2000 شنو النوع نتاعها؟ إكزار. إكزار. إيه. باهي. الموديل شنو؟ موديل سيزيكي. سيزيكي. باهي. قداش طالب فيها؟ احنا طالبين 30. 30. احكي شو على الإيتام نتاعها؟ بونيتا، توتوبسيون، احكي لي شو. بالطبيعة فهمتني ولا دوريجين كيما هي. فهمتني. نظيفة. موتور ممسوس ولا؟ لا لا. مش ممسوس. مش ممسوس. قداش ماشي؟ ماشي 140. 140. العمر؟ العمر عام 3 سنين ونص. فهمتني؟ قداش طالب فيها على ربي؟ احنا طالبين على ربي 31. 31؟ اي. سموك ولا مازال؟ والله مسامة ب 29 ونص. ما تخلصش؟ مازال ما خلصتش روح. قبيلك نحكي معك شوف الكواليس قلت لك السوق شحواله متحرك ولا تنهت؟ مش متحرك توا السوق. فماش اخبار؟ كلها تشوف وتعدى. تصوم وتتعدى. انا قاعد نشوف في ركود كبير مع اليوم في سوق الكراهه بس فما علاش؟ قهوه تعرف انت المواطن توا فهمتني ولا يعني ما عادش يخلط فهمتني تلقاه فهمتني ولا يقطع في روحه تقطيع فهمتني ولا باش يحاول على قد فلوسه باش ياخذ سياره راه فهمتني. وما يخلطش يعني بصراحة ما يخلطش فهمتني يلوج فهمتني هذا كاوش باش يعمل علاش هو يهبط للسوق باش يشوف على قد فليساته باش تبيع وتشري سيارة أخرى ولا كيف؟ لا لا أنا عندي هذه برك فهمتني ولا كاو في البرك ما عادش تكسب لا يزيني لا كسب عندي كسبان عندي في الدار أي ما خلينا نحكي شوي اليوم يقول لك واحد ياخذ سيارة حاجة باهية بونيتا قداش لازمو فلوس باش ياخذ حاجة بونيتا وينسى تصليح جنب؟ ايه هو اذا كان يحب ينسى تصليح ياخذ كهرباء فهمتني ولا يهون عليها قداش يهون يهون كهرباء يعني يعني كهرباء فهمتني ولا باش يهون عليها يهون عليها فهمتني ولا راه مش كل كهرباء زاد ياخذها فهمتني ولا راه شو انا نتكلم فيك راه عندي توا 40 سنه ميكانسيان راه مش نهار ولا اثنين راه فهمتني من السبعينات انا خدمنا في البيجو خدمنا في الرونو في السبعينات مش توا يعني دونك فهمتني ولا انسان توا اللي باش ياخذ كهرباء يلزمو فهمتني ولا معناها تكون بالحق غاليين الكهرباء اما ذاك هو راه باش ياخذها رخيصه باش يقعد يعاني عند الميكانسيان هكا بالحق باش يقعد يعاني عند الميكانسيان ياخذ حويجه باهيه وجديده فهمتني ولا باش على الاقل فهمتني ولا اوموا خمس سنين ست سنين ما يستحفظ على مكتوبه خلنا نختنم من الفرصه معاك وخلنا نحكيو في الصحيح بحكم انت قلت لي انا لي 40 سنه ما شاء الله ميكانسيان به انا اكثر كهرباء مطلوبه في السوق ما تهوني نحكيو على تونس بالطبيعة انا النوع المطلوب برشا الالمان بصفه عام في جولات الالمان بصفه عام لا الالمان بصفه عام مطلوب برشا المطلوب في السوق وقطيعه موجوده ومطلوب شيء كبير مطلوب شيء كبير يعني فهمتني انت توا شوف تلقاك جولف فهمتني ولا بولوس جولف 7 تلقاها فهمتني بال 70 75 يعني اي معناها فهمتني ولا تفهم انه موجة الالمان طالعه بكدا وقت لا والالمان باهي الالمان صحيح في طولته صحيح في ميكانيك وصحيح في كل شيء الالمان راه